انقطاع الإنترنت تماماً، كابوس يرعب العالم، ورسب في الجامعة وفاز بنوبل، قصة حياة التونسي الفائز بالجائزة، وظهور مرض غامض مرعب في مدرسة كينية. أهلا بكم. الأيام الماضية كان في ضجة ورعب كبير بين الناس، عنوانه انقطاع الإنترنت في العالم، وتحديدا في 11 أكتوبر. فمن بعد ما حذرت وكالة ناسا من عاصفة شمسية رح تضرب الأرض، هنا في ناس وصلت لتصريح سابق لناسا بيقول إنه كثرة العواصف الشمسية من الآن ل 2025 ممكن تقطع الإنترنت عن العالم، وقام البعض وقالوا الحقونا الإنترنت حينقطع عن العالم كله، واحد يزود بهارات من هنا واحد يزود من هناك، موضوع تحول لكابوس وصار الكل بيتداوله. لو شفت الانترنت قالوا بينقطع الانترنت بتاريخ 11/10، انا برسل لك الفيديو، ما عارف رسلت لك ولا لا. تاريخ 11/10 الانترنت بينقطع في العالم كله، وبدارين يعملوا بعد ينقطع ما بكون في تواصل. الانترنت يبدو انه حقيقة أكثر من 90% حيقطع بكل العالم، والعالم محتار شو هتعمل. العالم عم تسمع أخبار قطع الإنترنت، حيصير في كوارث طبيعية، كل هيدا عم بقول حيصير عن قريب جدا. الدول بالفعل جهزت تحذير صوتي مزعج حيظهر على كل الهواتف النقالة قبل لحظات من انقطاع الإنترنت. يقولون بيقطعون النت، ها؟ هذا الخبر تم تناقله بشكل واسع حول العالم بمختلف اللغات. ده نفس الموعد اللي بيتكلم عليه العالم كله بقطع خدمة الانترنت. ما يتقطعش مباشرة على مستوى العالم، ما اللي هيحصل؟ دولة ثم دولة أخرى ثم التعرض لهجوم سيبراني قوي جدا وانتشار فيروس معين على مستوى الانترنت والكيبلز، هو اللي ممكن يوقع يعمل لوك داون أو إغلاق كامل لشبكة الانترنت على مستوى العالم. وكالعادة في كل قصة بيصير بيطلعوا الناس جانب مضحك فيها، وردود فعل البعض على الخبر كانت يعني كوميديا طبعا بدل من الرعب. فلا معقول؟ طال عمرك وينك يا رجل؟ انا بعد كنت اقول الصوت مو غريب عني، مو غريب. 17 سنة. اخ يا ربي، شل عيشة، شل حال. من وين؟ تعال. شو بكلك؟ شو بقربك؟ شو بينسبك؟ ولو يا بي، هذا اخي معتز من لحمي ودمي. يا دافع البلاء، ادوش الكتمد اللي جت علينا. ايه، لا اعتراض على حكمك يا رب. ان شاء الله يوم القيامة تكون، ان شاء الله الدنيا تتجلب، خلينا موت احنا لازم. ايه ده؟ انت ازاي تدخل هنا من غير استئذان؟ ما الموت بيدخل من غير استئذان. طب اطلع دلوقتي ونظف بعدين. انت متأكد ان هي لسه فيها بعدين؟ بعد كل هذه الضجة اللي صارت، طلعت وكالة ناسا ومؤسسة الانترنت ايكان ونفوا الأخبار وقالوا إنها إشاعات، والعاصفة الشمسية ما رح تقطع الانترنت، وأكدوا إنه 95% من الانترنت بيتم نقله أصلاً عن طريق الكيبلات البحرية، وأقل من 5% بينتقل عبر الأقمار الصناعية. يعني العاصفة الشمسية ما رح تأثر على الانترنت، وفي حال أثرت رح يكون تأثيرها خفيف. طيب هذا الكلام خلى الناس تبحث عن موضوع الكيبلات البحرية وأهميتها، وهذه الكيبلات اللي في السنين الماضية تحولت لكنز وسلاح في يد الدول اللي بتمر منها الكيبلات، فهي كنز لأنه كثير من الدول جالسة بتستفيد من موقعها الجغرافي، وبيندفع لها ملايين الدولارات من شبكات الإنترنت حول العالم في سبيل مد هذه الكيبلات. وليه هي سلاح؟ فلأنه كثير من الدول اللي في أراضيها كيبلات بحرية ما بتتكلم عنها وبتعتبر السرية أفضل طريقة لحمايتها يعني، وهذه الكيبلات من الوسائل اللي صعب جدا أحد يتجسس من خلالها على البيانات، إن كانت عسكرية أو حتى بيانات مالية عالمية. طيب عشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع، هل ممكن في يوم من الأيام ينقطع الإنترنت عن العالم كله مرة واحدة وفي نفس الوقت؟ وبالنسبة للكيبلات البحرية اللي بتتميز بسرعتها بنقل الإشارات وصعوبة استخدامها للتجسس، هل فعلا بتوفر حماية قصوى من انقطاع
على الانترنت مهما صار. معانا من الرياض الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، اهلا فيك معانا عبد العزيز. يعني فعليا انا ما الوم الناس صراحه، هو كابوس لو انقطع الانترنت عن العالم ككل. يعني احنا مثلا واتساب بينضرب شويه وشوف ايش بيصير فينا. هل ممكن فعلا هذا السيناريو يصير حق انه كده فجاه كانك عملت سويتش اوف؟ طبعا اهلا ساره. منظومه الانترنت عالميا مو بهالسهوله انه ممكن يقول احد انه ممكن تنقطع. هي منظومه معقده بشكل كبير جدا، والمعلومه الاهم اللي لابد انه احد الكل يعلمها انه الانترنت لا يملكه احد، لا يوجد هناك جهه مركزيه. لو تضررت هذه الجهه ولا كيبل مركزي، لو تضرر هذا الكيبل سينقطع الانترنت عن كل العالم. شبكه الانترنت هي شبكه متصله ب كل دول العالم عن طريق مثل ما ذكرتي فعليا الكيابل البحرية اللي تزيد عن تقريبا حوالي 98% من الانترنت على مستوى العالم فعليا يتم عن طريق هذه الكيابل البحرية. وكل دولة لديها مركز بيانات خاص يقوم بالتواصل مع مراكز البيانات الأخرى على مستوى العالم. وبالمناسبة شائعة انقطاع الانترنت مو بالشائعة يعني الجديدة لأول مرة تحصل، يعني هي شائعة قديمة. خلال العقد الماضي فقط تكررت معنا تقريبا 5 مرات، فعندنا تقريبا في عام 2012 شائعة في تقريبا 21 ديسمبر أنه الانترنت بينقطع، بعدها تكررت عام 2013 أنه في عاصفة شمسية أيضا بتضرب في 14 أبريل، في عام 2014 انتشرت كذلك شائعة أنه في حرب أمريكا وروسيا حيكون هناك في انقطاع الانترنت العالمي بسبب هالحرب، في عام 2019 كذلك انتشرت شائعة أنه في هجوم سيبراني بينقطع الانترنت عن طريقه. كل هذه التواريخ استمرت وانتهت والانترنت لا يزال. كيف يجيبوا التواريخ هذه؟ يعني 11 اكتوبر هذا كيف ايش وضعه؟ طبعا 11 اكتوبر هو نفس تاريخ 21 ديسمبر اللي قالوا انه نهايه العالم فيه لعام 2012. ايوه لانه قالوا انه نهايه العالم والانترنت بينقطع. وكل شيء هم اول شيء هذا الشهر بداوا انه 4 اكتوبر، اذا ما صار شيء قالوا 4 اكتوبر يلا 11 راح يصير. طيب في شيء ثاني بيصير في هذه المقاطع اللي اصلا بتنتشر والكلام هذا كله؟ دائما بينحط معاها انه في مؤامره بتصير وانه في جهات جالسه بتصير وهذا الكلام كله، وانه نحن يعني المستخدمين لازم نحمي نفسنا ونحمي أجهزتنا لأنه في حتصير لما ينقطع الإنترنت حتصير كارثة أو سرقة بيانات أو 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 أو، فلازم نطفي تليفوناتنا والكلام ده كله. إيش هذا الكلام؟ طبعا غير صحيح، لأنه اليوم الإنترنت لو كان هناك مؤامرة، إن كان صح التعبير وهذا غير صحيح تماما، فالمؤامرة ستكون بين دولة دولتين ثلاث دول لإيقاف الإنترنت. لكن لو قامت هذه الدول حتى في أسوأ السيناريوهات بإيقاف الإنترنت سيتوقف فقط عن هذه الدول، العالم سيستمر بشبكة الإنترنت بشكل كبير. صحيح سيتضرر بطريقة أو بأخرى، لكن الإنترنت لن يتضرر. مثلا في المملكة لدينا سنستطيع اتصال بروسيا، سنستطيع اتصال بأوروبا، سنستطيع اتصال بقية الدول، لأنه كل دولة تملك يعني حقها بالاتصال بشبكة الإنترنت. الكيابل البحرية المتصلة بين الدول وبين القارات تستثمر فيها شركات، هدف هذه الشركات هو الربح. اليوم لا توجد شركة اليوم لديها سياسات معينة ولديها، هي فقط تريد أن تربح. اقتصاد الكيابل البحرية عالميا يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي. أي إنه الموضوع تجاري يعني. صحيح تجاري في المقام الأول. عندنا اليوم على مستوى العالم مثل حجم الأرض 22 مرة الكيابل البحرية تدور فيها. لا يوجد أي كيبل بحري نقوم باستخدامه تمتلكه دولة، إنما تمتلكه شركات هدفها الربح في المقام الأول. فكل ما زادت هالكيابل كل ما زادت السعات البحرية سعات الإنترنت، ونستطيع استخدام الإنترنت بشكل أفضل. لذلك في المقام الأول هو مقام تجاري. ايضا اليوم الـ 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 يعني الاشعه الشمسيه او الموجات الشمسيه لن تضر الانترنت ككل. صحيح انه الموجات الشمسيه احيانا تؤثر على الاجهزه الالكترونيه وغيرها، لكن لا يوجد هناك يعني عاصفه شمسيه تستطيع ايقاف الانترنت كاملا عن جميع انحاء العالم. مثل ما ذكرتي ايضا انه ايكان وناسا انكرت مثل هذا انكار كبير جدا، انه لا يوجد هناك مثل هذه المزاعم، ولا يوجد ايضا هناك تنبؤ انه سيحصل في المستقبل مثل هذا الامر. بالمناسبه ساره، الكيابل البحريه تحت اعماق البحار ليست بالامر الهين. تخيلي فيها فولاذ وفيها بلاستيك وفيها قطران، تحمي هذه الكيابل البحرية مو بس من الأشعة، تحميها أيضا من عضات الأسماك القرش، من الزلازل، من البراكين. السعة الخاصة فيها تزن أحيانا كيلو متر واحد يصل إلى 2 طن.
أيوة. ليست بالأمر الهين أنه أشعة بسيطة تستطيع الدخول إلى هذا الكيبل والتأثير عليه، الأمر ليس بهذه السهولة أبدا. ولا أنه الأشعة تدخل مثلا على تليفوناتنا نحن، لأنه بشوف الناس جالسين يقولوا لازم تطفوا تليفوناتكم وكذا يوم 11 أكتوبر. لا أبدا، الأشعة والعواصف إن كان صح التعبير مثل هذا الأمر، لا يوجد هناك أشعة تستطيع إيقاف الأجهزة الإلكترونية. أحيانا تستطيع مثل بعض العواصف الشمسية أن تؤثر في الموجات، موجات الراديو، موجات الـ يعني الأشعة اللي بين الأجهزة ونحوها، لكن هل تعطل الأجهزة؟ لا. هل يعني تتسبب في فقدان البيانات؟ ابدا، ليس بصحيح ابدا. ممكن هذه تذكر احيانا في الافلام، في الناس يستوعبوا انه هذا الفيلم قد يحصل حقيقه، لكن هذا ليس بحقيقه ابدا. ايه طيب، الحمد لله طمنتنا انه ما في انقطاع، ويوم 11 اكتوبر نعيش حياتنا بشكل طبيعي. بنشكرك على هذه المداخله، كان معنا من الرياض عبد العزيز الحمادي الخبير التقني، شكرا لك. أهلا من جديد. عالم أمريكي من أصول عربية شاغل العالم من أمس، بنتكلم عن الأمريكي الفرنسي من أصول تونسية الفائز بجائزة نوبل للكيمياء مونجي باوندي، وكانت أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023 مع اثنين من العلماء، وهما لويس بروس وأليكسي إيكيموف. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Mondje Bavendi, Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA, Louise Bruce, Columbia University, USA, and Alexey Yekimov, Nanocrystals Technology Incorporated, USA, for the discovery and synthesis of quantum dots. Please. Thank you. How did you feel learning about this? Very surprised, sleepy, shocked, unexpected, and very honored. I understand. طيب، مثل ما سمعتوا، فوز باوندي إلى جانب العلماء الاثنين كان بسبب اكتشافهم لمجموعة من الذرات تعرف باسم النقاط الكمومية، وبتستخدم حاليا في الشاشات التلفزيونية وأجهزة الكمبيوتر وحتى في العمليات الجراحية. التفاصيل طبعا معقدة جدا، لكن المهم أنكم تثقوا في كلامي وفي كلام نوبل وفي كلام كل اللي غطوا هذا الموضوع، أنه هم عملوا إنجاز فعلي. اللافت في القصة أنه أسماء العلماء اللي راح يفوزوا في جائزة نوبل للكيمياء تم تسريبها قبل ساعاتنا الإعلان عنها من قبل الأكاديمية، لكن مونجي باوندي ما رد على الاتصالات من الناس اللي كانوا حابين يبلغوا بالفوز وتجاهل اتصالاتهم. وباوندي كان في له لقاء بعد الفوز، وحقيقة الصدمة والمفاجأة والفرحة كانت واضحة من نبرة صوته أولا، وبعدين لما وصلت له الكاميرات كمان. And I was awakened this morning early by a phone call from the Swedish Academy, and with a very, very honored to have this surprise this morning, and it's been chaos since then. Well, it was a complete surprise to me. I certainly didn't hear about the leak. You know, it's a field where a lot of people have made a lot of very important advances and discoveries, and you know, I'm one of many, so it's surprising in this way as well that that I was one of the chosen three. مونجي الباوندي من مواليد سنة 1961، ولد في فرنسا، ووالده كان عالم رياضيات، وهو عاش طفولته بين فرنسا وتونس، ومن بعد انتقل للعيش في الولايات المتحدة. حصل على البكالوريوس في الكيمياء من جامعة هارفارد، وعلى الدكتوراه من جامعة شيكاغو، ومن بعدها بعامين بدأ يعمل أبحاث في النقاط الكمومية، وعمل ثورة في إنتاجها وتحسين جودتها، ومن بعدها انضم لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وصار أستاذ مشارك فيه. أما المعلومة اللي كشف عنها باوندي ممكن تكون حافز لكل أحد بيعتقد أنه الفشل نهاية الحياة وما يعرف أنه ممكن يكون بداية للنجاح كبير، فالعالم هذا اللي فاز بنوبل قال أنه رسب في الجامعة وكشف أنه هو ما كان متعود يحضر الامتحانات،
أو يحضر عفوا للامتحانات، يعني ما كنت كذا مو متعود يذاكر يعني كسلان بس أخذ نوبل. على العموم في أحد المرات راح على الامتحان الأول لما كان في جامعة هارفارد وما قدر يجاوب على أي من الأسئلة وحصل على علامة 20 من 100 وكانت أقل علامة في الفصل، وقال إنه هذا الشيء كان ممكن يدمره لو فكر بتغيير تخصصه، ولكن هو عمل العكس صار يحضر للامتحانات ويذاكر، واليوم شفنا بياخذ جائزة نوبل واسمه متصدر محركات البحث. مرض غامض في كينيا عامل حالة كبيرة من الرعب والقلق وأخباره لفت العالم. هذا المرض أصاب أكثر من 100 طالبة كلهم من نفس المدرسة. كلين متفونا كلين مثل ما شفتوا، يعني هو مثل حالة شلل أو ضعف شديد في الرجلين بتخلي البنات مو قادرين لا يمشوا ولا يتحركوا. المدرسة اللي صارت فيها الحالات أغلقت أبوابها مؤقتاً من بعد ما وصل الوضع لنقطة حرجة وتم نقل 100 طالبة للمستشفى، كلهم أصيبوا بنفس الحالة، ووزارة الصحة فتحت تحقيق باللي جالس بيصير، وتم إرسال عينات من دم الطالبات للمختبرات عشان يعرفوا إيش السبب وإيش هو المرض، ولكن للآن مو معروف إيش هو السبب وإيش هي هذه الحالة، هي شلل ولا مرض عصبي ولا تسمم ولا غاز ولا إيش صاير بالضبط. بعد كل هذه الأسئلة طلع ناس وقالوا لا، واضح أن الموضوع هو هستيريا جماعية، وقالوا هذا مرض نفسي وموجود فعليا. طيب هستيريا عارفينها يعني وسمعين فيها، بس كيف جماعية؟ خلينا نسمع من صديقنا الدكتور النفسي ليث العبادي. في علم النفس وفي الطب النفسي توقفنا عن استخدام كلمة هستيريا منذ سنوات عديدة، ولكن المقصود بهاي الحالة هو أعراض جسدية تنشأ من سبب غير عضوي، من سبب نفسي، يعني ضغوطات نفسية تؤدي إلى ظهور أعراض من أعراض الجهاز العصبي، الدوخة، رجفة، مشاكل في المشي، صراخ، نوبات تشنجية أو شبه نوبات تشنجية. الخطأ الشائع عند الناس أنه الأشخاص المصابين بهذه الحالة أنهم هم يكذبون أو يختلقون الأعراض، وهذا غير صحيح. اللي بيعيش هاي الحالة يعيشها بشكل كامل كأنها حقيقية، ولكن الأصل والمنشأ هو منشأ نفسي وليس منشأ عضوي. هذه الحالة معقدة على الصعيد الفردي، يعني لما يجي شخص واحد يعاني منها العلاج والتقييم والفهم والتشخيص معقد، فما بالك عندما يكون جمعي. حدث في عدة مرات عبر التاريخ في بعض الأماكن، ما زال يحدث في مدرسة أو في جامعة أو في حي معين، وهو معدي جدا، يعني إذا انتشر وبدأ ينتشر بشكل سريع ويتأثر فيه الكثير من الأشخاص، فيجب حتى أن نكون حذرين في ذكره في وسائل الإعلام لما قد يؤدي أنه ينتشر حول المنطقة معينة أو حول العالم حتى. ما عمره صار أنه إشي انتشر على مستوى العالم، دائما بيكون محدود في مجتمع محدد. وفهم ليش لازم يحدث لازم نوصل لجذره وكيف هو عم بنتقل. بالعادة بيكون مرتبط مع قلق أو اكتئاب أو مشاكل شعورية، الضغط النفسي على الشخص وعدم معرفته في
كيفية التعبير عنه عن طريق كلام أو فعل أو شيء معين بيطلع لشكل أعراض عصبية، بعدين ينتقل ضمن مجموعة متأثرة ببعضها، فبتلاقيه ينتقل من الأكثر تأثيراً للأقل تأثيراً وينتشر. في أحد الحالات في أحد البلدان في السابق كان مرتبط بدايته مع شم غاز معين، فقد يكون بعض الأسباب البيولوجية في التحقيق في الموضوع. لا يمكن أن نجزم أنه اللي عم بنشوفه في الفيديوهات هذا هو شيء جمعي نفسي، لأنه يجب أن نأخذ حالات معينة وندرسها، ولكن على ما يبدو أنه هو كذلك. مشاهدينا، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم وحلقات هذا الأسبوع، ودائما طبعا تقدروا تتابعوا حلقاتنا وفيديوهاتنا، نحن موجودين على شاهد وعلى كل المنصات، ممكن تشوفوا مقاطعنا وطبعا على قناتنا الخاصة على يوتيوب. على العموم مشاهدينا، عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وأنا أعود وألقاكم إن شاء الله يوم الأحد وحلقة جديدة من تفاعلكم ومواضيع أكيد جميلة ومميزة. في أمان الله.